بونجور أم صباح الخير. هاي، كيفك؟ سبا، هل ستعلنين خيارك الانتخابي؟ ليش لا؟ يميني أم يساري؟ يمين. هل ستصوتين شخصياً أم تفوضين شخصياً؟ شخصياً. تؤثرين على عائلتك في التصويت أم ستجبريهم؟ ما في لزوم أجبرون، منفكر كلنا نفس الشيء. بركي في حدا ميوله غير؟ مش على علمي، بقلب العائلة عندي. اختيارك للمرشح حسب مصلحة بلدك الأم لبنان أم مصالحك في فرنسا؟ اثنين سوا. ما مدى تأثيرك على الناخب العربي في فرنسا؟ بجرب خليه يفكر بمصلحة بلدنا الأم وفرنسا كمان. من سيفوز برأيك، اليمين أم اليسار؟ برأيي اليمين. كيف تنخرطين في المجتمع الفرنسي؟ ما عندي مشكلة انخرط بالمجتمع الفرنسي، كوني جيت بسن صغير على باريس. تحبذين شكل أم مظهر أبنائك، عرب أم فرنسيين؟ برأيي بيشبهوا بعضهم، كوننا منلبس بطريقة أوروبية وعنا مصممين أزياء بجننوا لبنانية. أخبارك فرنسية أم عربية؟ اثنين سوا. الأولوية للأخبار العربية أم الفرنسية؟ العربية بسمعها مع جوزي، والفرنسية بقريها وبسمعها. تبولة أم سلاد نسواز؟ تبولة أكيد. أغلبية أصدقائك عرب أم فرنسيين؟ اثنين سوا. ثقافتك عربية أم فرنسية؟ اثنين سوا. شكرا ريما.